اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج مصر تستطيع. دايما وابدا يا رب، يعني يا رب دايما هذا الوطن وهذا الشعب الجميل يكون مستور ومجبور الخاطر ودايما كده في امن وامان وعزه، ويا رب دايما يديم نعمه الوطن علينا وحاله الدفى اللي احنا عايشينها بين ولادنا وبين اخواتنا وولادنا وابائنا وامهاتنا في هذا الوطن العظيم. دائما وابدا فخورين باننا ننتمي الى هذا الوطن العظيم وهو جمهورية مصر العربية. وداخل هذا الوطن دائما ما يدعو الى الفخر، وما يدعو الى الفخر هم مجموعة من ذوي البصيرة. هذه المجموعة من ذوي البصيرة حولوا دايما دايما بيحولوا الاختبار اللي ربنا بيحطهم فيها في الى منحة، والمنحة دي هتشوفوها في هذا التقرير. معاقة في حاجة انت قادر تعمل او مش قادر تعمل. الصورة الحلوة دايما وراها حكاية أحلى، والحكاية دي أولها إعاقة. أيوة إعاقة، ناس كتير هتشوفها كده، لكن هم شافوا الإعاقة إرادة، إرادة للنجاح، للعمل، للاختلاف، للإبداع. وقد كان بالنسبة للمكفوفين أنا بتمنى أن يعني أي كفيف ما بيشتغلش أو ما دخلش في أي مجال أو قاعد في البيت مستني أن هو مثلا تجيله مساعدة أو كده، أنا بتمنى أن هو يحاول يسعى في المجال دوت. فيش حاجة اسمها إعاقة، في حاجة اسمها أن أنت حابب تتعلم حاجة هتتعلمها. تشجيع الناس اللي حوالينا، تحديث الصناعة وكل حاجة. رغم الإعاقة قدرت أن أنا أشتغل عمل يدوي بسبب أن بيبقى فيه وقت فراغ، كمان أن أنا ما أطلع حاجة بإيديا في الآخر دي بتساعدني أن هي من إنتاجي في الآخر. بنعلمهم صنعة، والصنعة دي بينتجوا منتجات جميلة بنسوقها، وبيبقى مساب الدخل ليهم وإثبات ذات. خريجين من جامعات مختلفة، تخصصات كتير، مكفوفين وضعاف بصر جمعتهم الرغبة انهم يفرقوا في مجتمعهم، وبالفعل فرقوا، اتدربوا على انتاج الكليم اليدوي، وبقت ابداعاتهم دي بتتقارن بشغل محترفين. واحلى كمان الحمد لله انا اصلا يعني ما كنتش متخيلة يعني ان انا اقدر اعمل عمل يدوي. بقالي 7 سنين بتعلم في الكليم، الحمد لله دلوقتي اتطورت. تخصص الكليم خاصة اللي هو بيحتاج ضعف البصر، مش بيحتاج كفيف، يعني كف البصر اللي هم المكفوفين. بدأت أتعلم هنا في مجال الكليم والنول بقالي سنة وتقريبا أكتر من سنة ونص. بعد 2 شهر تقريبا بدأت إن أنا أنتج وأطلع إنتاج يعني كويس. تتعرض في معارض ويبقى عليها إقبال بيزيد كل ما بتتحكي حكايتهم، حكاية الإرادة اللي حولت الإعاقة لتحدي. الحاجات اللي احنا بنعملها بتطلع في معارض والناس بتتبسط بيها وبتشتريها. الناس بتشوف الشغل بتاعنا ما بيصدقوش ان ده صنع، يعني صنع شخص كفيف، فبيبقوا منبهرين من الشغل. الكفيف دلوقتي بقى يعني زيه زي المبصر، بيصنع وينتج بايده ويعمل حاجات كتير. شغلنا دلوقتي بيتحدى اي حد حتى لو مبصر عادي. طب ازاي بيصنعوا المنتجات دي من غير ما يشوفوها؟ تفتكروا البصيرة ممكن تعوض ضعف البصر، ولا الإرادة ممكن تقوي أي ضعف وتحوله لقوة؟ الإجابة قدام عيني. يعني حاجة في منتهى العظمة اللي حضراتكم شفتوه. هو العظمة في حاجتين، الحاجة الأولانية طبعا زي ما حضراتكم شايفين الأبطال اللي بيصنعوا هذه الصناعة الجميلة. العظمة التانية هو الكليم المصري، له خصوصية وله جمال وله حلاوة كده، حاجة شبهنا بطعم بلدنا وبريحة بلدنا. يعني أول لما تشوف كليم تعرف إن أنت في مصر، أول لما تشوف التصميمات دي تعرف إن أنت في مصر. ومجموعة من الشباب والناس المحترمة اللي زي الفل اللي بتصنع لوحة فنية بقلبها مش بعينيها، لا بقلبها. وشوفوا القلب لما بيطلع حاجة بيطلعها قد إيه جميلة يعني.
ومناسبة القلب إلى أهل المحبة وهم أهلينا في طنطا، القرية الكاملة اللي تحولت إلى قرية تخصصت فقط في صناعة التلسكوبات. والله يعني قرية بحالها بتعملش حاجة إنها بتصنع تلسكوبات، دي حاجة عظيمة لو تعلمون. يعني أنا أفتكر مرة كنت في زيارة في ألمانيا، وكان في مدينة في ألمانيا اسمها كيل. المدينة دي بالكامل هي متخصصة في صناعة الغواصات، دايما بيبقى في مدن أو قرى متخصصة في صناعة شيء معين وتتفوق وتصل به إلى العالمية يعني. لكن فكرة إن احنا نعمل تلسكوبات في مصر وإنه كمان نسبة المكون المحلي توصل لـ 80%، دي حاجة عظيمة. والأعظم كمان إنهم قرروا إن هم يرفعوا المكون ده من 80 ل 100%، فإن شاء الله بالتوفيق ليهم. سواء كنت متخرج من إعدادي عادي أو أزهري، بسهولة هتقدر تحصل على دبلوم فني بصريات يؤهلك للالتحاق بالكليات، وللحاصلين على المؤهلات المتوسطة الأخرى برضو بسهولة هتقدر تلتحق بمركز التدريب ويبقى معاك نفس الشهادة اللي بتؤهلك للالتحاق بالكليات. كل ده بسبب شخص واحد اسمه مختار عبد الفتاح، عنده إرادة وحواليه اللي آمن بيه، مجلس الوزراء اللي اداله المنحة، ووزارة التعليم العالي اللي ادته الترخيص. قدرنا نعمل حاجات كويسة جدا في مصر هنا، والمشروع جالي فكرته ان انا خدت تمويل من المجلس الوزراء، وقلت لي نعمل المشروعات اللي انت شايفها قدامك دي في التصنيع والانتاج والاجهزه البصريه. ده مركز تدريب معتمد تبع التعليم الخاص بوزاره التربيه والتعليم، وبيدي شهاده معتمده للمؤهلات المتوسطه الصناعه والزراعه والتجاره. احنا المصنع الوحيد في مصر وفي الشرق الاوسط لانتاج التلسكوب الفلكي. البدايه كانت سؤال، ليه نستورد التلسكوبات الفلكيه والدراسيه؟ الاجابه جابت فكره. الفكره جابت دراسه جدوى صاحبها قدمها بعد ما اخذ دورات تدريبيه وفهم الموضوع ودرس سوق العمل. ومع التوسع في الخدمات الصحيه والتطور في صناعه البصريات وزياده الطلب عليها في مصر والخليج، بدا المشروع اللي جاور السيد بدوي في طنطا. مصنع صغير كبر يوم بعد التاني، عدد العمالة زاد واسمه التجاري كبر، وتسبب في إقامة أول معهد تدريب متكامل متعلق بعلوم البصريات، وهو المصنع الوحيد في مصر والشرق الأوسط المتخصص في التلسكوب الفلكي. جاتنا فكرة ليه ما نعلمش الشباب بتوعنا والخريجين المهندسين المتوسطة نفس الصناعة ونفس التكنولوجيا. احنا قدمنا الطلب لسيد وزير التعليم أياميها، وسيادته وافق على إنشاء مركز تدريب متخصص لخريجين المؤهلات المتوسطة، والحمد لله وافقوا وادانا ترخيص تعليم المهن اللي هي مهنة التلسكوب والعدسات والنظارات الطبية لخريج المؤهلات المتوسطة. في قبول أو إقبال على الصناعة دي، لأن هي صناعة جديدة ومطلوبة في سوق العمل، والحمد لله إحنا خرجنا كذا دفعة من السنين اللي فاتت. الموضوع كده خلص؟ لا، ده بيبدأ لسه. أصل كل ما المشروع بيكبر الحلم بيروح لمساحة أكبر. هو دلوقتي بيصنع التلسكوبات بمكون محلي 80%، فليه ما يبقاش 100%؟ في تصنيع التلسكوب الفلكي بيعتمد على جزئين، جزء ميكانيكا وجزء أوبتكس. احنا هنا في قسم الاوبتكس وتصنيع العدسات. تصنيع العدسه بنختار خامه الازاز سواء كانت محلي او مستورد. تصنيع العدسه بيعتمد على 3 مراحل. اول مرحله مرحله التشكيل، وبنستخدم فيها بودره جرايم. ثاني مرحله مرحله التنعيم ابيض واصفر. ثالث مرحله بنستخدم بودره زيروكس للتلميع. هنا في قسم الميكانيكا احنا نعتبر بناخد العدسات بعد ما بتتشطف في قسم الاوبتكس، ونبدا نعمل لها الهولدر او البادي بتاعها على المخرطه. كل محور له مقاسات معينه، وال سواء بقى كتوريال او التازموس، الانواع المختلفه عندنا من المحاور. السؤال مش هيفضل كتير قايم، هيحصل. التجربه اثبتت ان مفيش على المصري صعب ولا بعيد، لان مصر دايما تستطيع. ان نفسي فعلا ان كل مدرسه يبقى في مرصد فلكي. لازم الطفل وهو صغير من ابتدائي واعدادي يتدرب على التلسكوب الفلكي، لان ده عصر الفضاء، ده عصر التكنولوجيا. We'll be right back.
في الحقيقة أنا مش عارف أبدأ بإيه في الخبر ده، لأنه أنا متخيل طبعاً المشهد، طفل صغير عنده 11 سنة، الطفل ده وقع من على ارتفاع 10 متر، للأسف شديد وقع على سيخ حديد، يعني حاجة يعني، وسيخ الحديد يعني دخل في عظام الحوض واخترق جسم هذا الطفل. فيعني مشهد يعني ربنا ما يوريه لحد، سواء الألم اللي عانى منه الطفل أو أهله أو مجرد ذكر الواقعة في حد ذاتها بيوجع، يعني وجع قلب، أنا قلبي بيوجعني وأنا بقول الكلام ده. فهذا الطفل يعني أيا كان بقى اللي حصل في الحادثة، زي ما حضراتكم شايفين الأشعة دي السيخ اخترق لحد فين يعني. أهله ذهبوا به إلى قسم الطوارئ في مستشفى القصر العيني. يعني أنا متخيل المشهد قد إيه يعني صعب جدا، حتى صعب على الأطباء اللي تعاملوا مع المسألة. فريق طبي فيه 11 تخصص، الفريق الطبي ده اشتغلوا على هذه الحالة. عاوز أطمنكم الولد بخير الحمد لله، الحمد لله ربنا قومه بخير، وهذا هو الفريق الطبي العظيم. عاوز أذكر لحضراتكم أسماء الفريق الطبي تكريما لهذا الفريق العظيم اللي أنقذ حياة هذا الطفل، وهم دكتور باسل الخولي ودكتور إيمان أمين ودكتور محمد خالد سيد ودكتور إسلام صلاح ودكتور إيهاب إسماعيل ودكتور أحمد خليل ودكتور محمود ماهر مصطفى ودكتور محمود السيد شنب ودكتور مصطفى تسوقي ودكتور أحمد السعودي ودكتور أحمد فتحي، ومن التمريض عمرو رمضان وهالة عمر وسلمى محمود، اللي عمل العملية دكتور مصطفى تسوقي مدرس واستشاري جراحة أطفال مستشفى القصر العيني. وطبعا معانا دلوقتي هاتفيا الأستاذ دكتور محمد مجدي البربري، وهو أستاذ جراحة الأطفال ورئيس أقسام الجراحة العامة بكلية الطب القصر العيني جامعة القاهرة. دكتور محمد زي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ احمد. ده شيء يعني صعب. انا عارف طوارئ القصر العيني مدرسه، هي مدرسه في الطب في مصر، والقصر العيني بشكل عام هي مدرسه كبيره جدا وبتمر وبتشوف حالات كتير جدا، بس الحاله دي اعتقد انها صعبه جدا ووجع قلب، يعني طفل عنده 11 سنه، الطبيب في الحاله دي بيتعامل ازاي؟ هو حضرتك الحقيقه ان الحالات اللي زي دي الاطفال بس غير الكبار، لان احنا الاطفال الرياكشن بتاعها او استجابتها او يعني تعاملها مع الحوادث مختلف شويه، ساعات بيبقى احسن وفي احيان كثيره بيبقى اوحش، علشان حجمهم بيبقى اصغر، كميه الدم اللي في جسمهم اقل، فبيعوزوا حد متخصص جراحين اطفال هم اللي يتعاملوا معاه. عشان كده هو في فريق دايما من جراحين الاطفال متواجد مع في الطوارئ هناك في القصر العيني. زي ما كنت بشرح قبل كده حضرتك، هو احد ميزات السنترز الكبيره، المراكز الكبيره اللي زي القصر العيني، ان حضرتك هتلاقي دايما هتلاقي جنبك انت مسنود بجراحه اطفال، جراحه اوعيه، جراحه عظام، تخدير متدرب كويس جدا. كان لسه في الفاصل كنا بتكلم انا ومصطفى، كان بيشكر قد ايه في العامل الفني اللي كان موجود. طبعا احنا حتى ذكرنا اسماء الممرضين لانهم ابطال، هم جزء من البطوله. كل واحد اشتغل في العمليه دي بطل يا دكتور. هو طلع المنظار وشغله لهم بسرعه جدا عشان يطمنوا على بطن الولد من جوه، لان احنا في حالات كتيره جدا ما بنبقاش عارفين ايه اللي حصل، رغم ان الولد اتعمل له كل الاشعاعات وكل الاشعاعات مقطعيه بسرعه جدا، كل الحاجات اتعملت، بس برضو كنا عايزين نطمن على بطنه جوه، لان احنا ما كناش عارفين هو السيخ اخترق قد ايه. الحوض بتاع الطفل بيبقى صغير خالص، يعني كومباكت، جواه بقى يعني جواه بقى المثانه، جواه الاوعيه الدمويه كتير جدا، ضفائر عصبيه، القولون والمستقيم، يعني الدنيا زحمه جدا في حته صغيره خالص. فاحنا ما كناش عارفين، او مش كنا عارفين بس مش متاكدين اذا كان هو فعلا كان حظه كويس ان هو نجا من مشاكل ضخمه جدا كانت ممكن تحصل له. يعني بشكر حضرتك جدا يا دكتور محمد، ده شغل يعني عظيم وشغل محترم. ممكن هستاذن حضرتك نكلم الدكتور مصطفى. مصطفى، يا دكتور مصطفى انا قلبي اتوجع وانا بقول الواقعه حضرتك. طبعا الصوره احنا بنعتذر ما عرضناش الصوره ومش هنعرضها، لان هي صوره ما ينفعش تتعرض للطفل يعني وفقا للقواعد والمواثيق المهنيه والاعلاميه. يعني انا قلبي اتوجع وانا بقول الموضوع، حضرتك كطبيب معاك 11 تخصص، بتتعاملوا ازاي مع موقف زي ده؟
لا يعني هو تخيل حضرتك، حضرتك قد ايه قلبك موجوع على الطفل، يعني حضرتك بقى تخيل بابا الولد، مامة الولد، عمه، جده، كلهم جايين قد ايه خايفين طبعا على ابنهم وحفيدهم، وتلاقيهم واقفين يا عيني حواليكم وموترين. ما طبيعي، ما طفل. لا يعني واحنا طبعا جزء من جزء المانجمنت او جزء ان احنا نتعامل مع الحاله، ان انت لازم تكون دايما بتطمن الاهل وبتعرفهم الخطوه الثانيه جايه. الخطوه الثانيه ايه يعني؟ ان انت ممكن تتكلم كلام طبي وتعمل كل حاجه، ولكن هم في المهم برضو الموضوع طمانينتهم جزء من المشوار يعني. فطبعا لك احنا محظوظين جدا في وجودنا في القصر العيني، بوجود يعني زي ما تقول ايه 11 تخصص كلنا مع بعض عشان نعالج نفس الولد. طب يا يعني دكتور معلش انا عاوز اشوف الولد وصل المستشفى مغمى عليه ولا واصل يعني في نسبه وعي؟ حقيقه الامر يا استاذ احمد، هو الولد ده كان جاي لنا متحولنا من مستشفى في الجيزه خلاص. تم التعامل معاه ان هم طبعا علقنا محاليل طمنوا على العلامات الحيويه بتاعته. وتم طبعا انا هقول بس التفصيل ان هم عملوا حاجه كويسه جدا جدا وريحتنا جدا، ان هم ثبتوا السيخ او العمود ده في رجليه الاثنين بحيث ان هو يعني هو يا عيني نقلوه بالسيخ. ما هو كان جاي حتى للمستشفى اللي في الجيزه بالسيخ، فهو طبعا هناك ثبتوا له الكيخ مع رجليه بحيث ان هو يمنعه تماما حركه الكيخ، بحيث ان هو يمنع اي انجري او اي ان هو تعويره لاي الاعضاء الداخليه يعني. هو كان جاي لنا حالته يعني الحمد لله يعني حالته مستقره جدا، علامات الحيويه كويسه جدا. وطبعا اول ما جه طمنا على كل حاجه يعني، طمنا على علاماته الحيويه وعلقنا كل المحاليل والدم المضاد الحيوي وكل ده، وتم طبعا مناظره الحاله من كل الفرق الموجوده يعني بحيث ان احنا نعرف نقدم له احسن خدمه يعني. طب يعني الواقع حضرتك عرفت تفاصيله، هو ازاي وقع على السيخ؟ احنا طبعا الكلام اتكلمنا مع الاهل ان هو كان بينط من سطح لسطح في جنب البيت، من سطح البيت لسطح البيت، فوقع طبعا بالصدفه تم يعني على سيخ زي ما صود على حيطه يعني. طبعا دي التفاصيل اللي كانت موجوده. واحنا لازم احنا كاهالي ناخد بالنا، والشقاوه ليها حدود برضه يعني، بقى عينينا دايما على اولادنا طبعا يعني قدر ولطف يعني، لكن دايما نبقى عينينا على اولادنا في المواقف اللي زي كده. طب هو وصل لحضرتك علاماته الحيويه كويسه، هل هو واعي حاسس بالالم يعني لا طبعا هو طبعا كان واعي، علاماته الحيويه كانت كويسه، ولكن طبعا جزء من يعني كان بيتكلم مع حضرتك او في كان طبعا في الم، ولكن جزء من اجزاء العلاج ان انت غير المضاد الحيوي والتحاليل وكل ده والاشعات، ان انت بتديله حاجات مسكنات يعني بحيث ان هو الالم يبقى قدر الامكان مقبول، لان طبعا الاطفال لا تستحملش زي الكبار يعني. مهما كان يا دكتور ده ايا كان يعني اكبر مسكن في الدنيا، ما ينفعش مع ولد السيخ مختار جسمه بالشكل ده. ما دي ميزه بقى ان احنا في القصر العيني عندنا تيم طوارئ من الاقوى او فريق في الطوارئ قوي جدا جدا في التعامل مع الاشياء دي يعني، فهم طبعا اشطر مني مليون مره في الكلام ده. دخلته اوضه العمليات، سحبته سيخ من جسمه صح كده؟ يعني احنا طبعا دخلنا مع فريق الاوعيه الدمويه وفريق العظام، وكان ساعتها طبعا عشان تم المناظره الحاله من اساتذتنا دكتور محمد البربري ودكتور شريف قداح، وساعتها كان قرار دكتور شريف قداح ان احنا نخش عن طريق المنظار الجراحي يعني، لان هو احنا طبعا الجراحه تشمل حاجتين، يا اما جراحه اللي هو فتح بطن زي ما بنقول، او المنظار الجراحي اللي هي فتحه صغيره جدا جدا حوالي نص سنتي نستكشف بيها البطن بدون ان احنا نفتح البطن كلها يعني. وكان من قرار دكتور شريف احنا نبتدي بالمنظار الجراحي اللي هو فتحه صغيره جدا بحيث ان احنا نشوف كل حاجه من جوه زي ما بنقول اكسبلوريشن او استكشاف، ونبقى على درايه بكل حاجه بحيث ان حتى اثناء العمليه نبقى حاطين خطه للسيخ ده هيتشال ازاي وهيتعمل ازاي، ولو في اعضاء داخليه متعوره ممكن تتاثر او طبعا ممكن تتاثر زي ما كان دكتور محمد تحسبوا حتى الخساير طبعا وانتوا بتشيلوا السيخ ده. عارفين هنعمل ايه يعني. لسه كان دكتور محمد بيقول لحضرتك دلوقتي ان الحوض من الاماكن ضيقه جدا 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 في الجسم يعني في الجسم الانسان يعني، فهو الاوعيه الدمويه جنب المثانه جنب مجرى البول جنب الشرج، فكل ده يعني ما كانش حد متوقع بصراحه ان السيخ يخرج بدون خساير يعني. كم ساعه احنا قعدنا في اوضه العمليات؟ ثلاث ساعات والسيخ خرج بدون خسائر الحمد لله. الحمد لله صدق. يعني الولد هيقف على رجله يا دكتور الحمد لله؟ الحمد لله، حتى الحمد لله الدنيا ربنا يكرمك ويكرم كل الفريق الطبي اللي اشتغلوا على هذا العمل العظيم يعني. بشكرك جدا
دكتور مصطفى تسوقي مدرس واستشاري جراحة الأطفال بمستشفى القصر العيني، شكرا جدا لكل أبطالنا في القصر العيني، لكل هؤلاء الأبطال في التخصصات المختلفة من أطباء وممرضين وحتى الفني بتاع الأشعة، كل دول كانوا جزء من بطولة مهمة جدا وهي إنقاذ حياة هذا الطفل اللي عمره 11 سنة. بعد الفاصل عندنا فقرة جدا مهمة، فقرة جدا مهمة مع حضراتكم، هقول لحضراتكم ليه الفكرة الفقرة بالنسبة لنا، لأنه دايما احنا عندنا سؤال بنسأله لينا وأولادنا، هو احنا هنعلم أولادنا ايه وهيشتغلوا ايه في المستقبل؟ طب يا ترى أنماط الشغل العادية اللي هي موجودة هل هي اللي احنا اتعودنا عليها، هل هي اللي جاي ولا حصل تغير كبير؟ الأكيد في تغير كبير، وكل مفاهيم العمل ومفاهيم الدراسة اللي احنا تربينا عليها وتعلمناها ما بقتش موجودة، بقى في زمن جديد، والزمن ده محتاجين نفهم أكتر تفاصيله عشان نستعدله، لأن المنافسة دايما صعبة. والله احنا متعودين كل سنة كده قبل حفل التخرج بحوالي سنة تقريبا بيحصل تواصل بيننا وبين الجامعة الأم، جامعة كيب بريتون في كندا، بنرشح لهم بعض العاملين في مجال الحقل الإنساني، المجال العمل الإنساني اللي ليهم تأثير شديد على المجتمع يعني. فكان عندنا مجموعة من الترشيحات وجامعة كيب بريتون اختارت الأستاذ دكتور أحمد عبد العزيز لتكريمه هذا العام ومنحه درجة الدكتوراه الفخرية لما حققه الرجل من إنجازات على المستوى العلمي والطبي وفي مجال العمل الإنساني والتطوعي بالذات يعني. معايشة لظروف مؤلمة للغاية، ظروف مؤلمة للغاية، الله يكون في عونه، الله يكون في عونه، لدرجة ان المستشفى الممرات بتاعها كانت مليانة ناس شدة ملايات وقاعدة تحتها. كل التحركات بإذن من مصر وبدعم من مصر وبحماية من مصر، يعني كل الاتصالات بتتم مع الجانب الإسرائيلي عشان ما يبقاش في قصف مباشر علينا احنا. حاجة تسعدني جدا ان منح الدكتوراه الفخرية كنوع من التكريم لمشوار طويل ما خطرش على بالي ان هتعمل حاجة زي كده في يوم من الايام، ولم اسعى لها يعني، لكن الحمد لله حصلت واسعدتني، واتمنى اني اكمل ان شاء الله في المشوار بتاعي ما بقي من عمري، يعني اخدم واعلم. These are the leaders of tomorrow. الشباب هم قادة الغد، فلا يمكنهم التوقف عن التعلم، فلكي تصبح قائدا مؤثرا عليك بالتعلم، فقوة المعلومة هي الرائدة الان، وهذا ما يتحقق هنا في الجامعة الكندية بالقاهرة. احتفالية سي اي سي من أجمل احتفالات التخرج اللي بشوفها في حياتي فعلا، بتبقى منظمة بشكل كبير وفيها تقليد جميل، نحن بنكرم شخصية كبيرة زي دكتور عبد العزيز اللي هو كبير الأساتذة العظام في مصر والعالم العربي، وأساسا بنكرمه أيضا لأنه راح غزة وعمل عمليات كثيرة جدا، فطبعا له فضل كبير في إتاحة الفرصة للشباب والأطفال انهم يرجعوا الى صحتهم يعني. حبيت قوي الجيرني اللي انا كنت فيها، وحب اشكرها جدا على كميه الفايبس الحلوه والحاجات الحلوه اللي اديتها لي، وثانك يو فور اول. السي اي سي حقيقي مكان حلو جدا، وحقيقي يعني احنا زعلانين جدا احنا اتخرجنا، المشاعر تاني ممتزجه بان احنا داخلين على حاجه تانية، وان شاء الله اللي جاي احسن بكتير. بصي هو بصراحه كتعليم هو التعليم حلو قوي يعني، بيني وبين كليات كتير قوي انا قارنته، لا هو انا استفدت كتير قوي، هما بيدوا اهتمام اوفر، سواء اذا كنتي مش فاهمه او كنتي اي حاجه، هو يعني بيدوكي اتنشن زياده قوي، ان هما لا هما ليهم صب وهيعلموك ايا كان ايه يعني. والله انا مبسوطه قوي ومتضايقه قوي ان انا وصلت للحته دي، كان نفسي نطول عن كده بس يعني تمام. ورجعنا لحضراتكم تاني، والفقرة دي فقرة مهمة جدا ومميزة لكل شاب أو فتاة بتدور على مستقبلها فيما يخص الوظائف والتعليم، ولكل أب أو أم بيحضر ابنه، خاصة أنه ضيفي في هذه
الفقرة المهمة بالنسبة لنا، وهو الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وهو رجل صاحب تجربة كبيرة وثرية من مقاتل في نصر أكتوبر، أستاذ في الكلية الفنية العسكرية وأستاذ في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا دلوقتي، تجربة كبيرة جدا. هو بيدير 40,000 طالبة وطالب، بقول طالبة طبعا الأولوية للبنات، طالبة وطالب وغير مدرسين وغيرهم، وبالتالي تجربة ثرية جدا نقدر نعرف من خلاله حاجات كتير. أهلا وسهلا بك يا دكتور إسماعيل. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. كل سنة طيبين. وحضرتك طيب. دكتور إسماعيل، دلوقتي في حالة ارتباك، يعني زمان كان يقول لك إيه اللي هيطلع، أنت هتطلع دكتور، هتطلع مهندس، هتطلع ضابط، يعني في أحلام كده معروفة عند كانت معروفة عند جيلنا. النهاردة الدكتور لسه دكتور، المهندس لسه مهندس، والضابط لسه ضابط، بس أضيف لهذه الأحلام حاجات كتير قوي بقى، اللي هو بقت إيه، الدكتور مبقاش دكتور وبس، بقى ممكن يبقى دكتور ومهندس وعنده حاجة تالتة، يعني تلات حاجات داخلة ببعضها. الوظيفة زمان كان بيقولك المطلوب مثلا خريج كلية كذا، وكان معروف اولها من اخرها، دلوقتي بقاش معروف اول، يعني دلوقتي لو حضرتك بصيت على الشركات العالميه لما بتيجي تطلب حد عشان يشتغل عندها بتطلب مهارات 20 30 شرط في مهارات، يعني ما بقاش يعني شهاده ما تنفعش خالص، ولا حتى شويه تدريب ينفعه، ده لازم يحضر نفسه. نعمل ايه لاولادنا؟ طبعا في البداية بشكر حضرتك على المقدمة المتميزة دي، وطبعا أكيد يعني الموضوع اللي حضرتك بتطرحه يعني فعلا غاية الأهمية. طبعا خلينا في البداية أقول لحضرتك يعني لو تابعنا بالأمس إعلان الفائزين بنوبل برايز، جائزة نوبل، صحيح، هنبص نلاقي بالأمس الارتفيشال انتليجنس الاي اي الذكاء الاصطناعي فاز بجائزه نوبل. صحيح. هل ده مسبوق في التاريخ؟ لا بالظبط كده. فاحنا داخلين فعلا على يعني مرحله جديده جدا، ثريه جدا، غنيه جدا. فعشان كده الموضوع اختلف ولسه هيختلف، وعشان كده يعني دورنا في الجامعات ودورنا في وزارة التعليم العالي وفي مؤسسات التعليم العالي والتعليم بشكل عام أصبحت المهمة فعلا مختلفة. يعني النهاردة حضرتك يعني جايز من سنوات طويلة زي ما حضرتك بتقول، وإحنا اتعودنا على أمور تقليدية جدا. صحيح. النهاردة الأمور كلها بقت غير تقليدية. طبعا التقدم التكنولوجي، كلنا شايفين العالم حوالينا، شايفين اللي بيحدث حوالينا في كل مجال وفي كل يعني صناعة وفي كل الزراعة. النهاردة بنقولش الزراعة التقليدية، بنقول الزراعة الذكية اللي هي برضو باستخدام التقنيات الحديثة، باستخدام الذكاء الاصطناعي، الصناعات، حتى المهن التقليدية النهاردة أو النهاردة كلها بقت مبنية على يعني المفهوم ان احنا فعلا لازم نتحول من التلقين والتعليم الى التعلم والتعلم المستمر. فعشان كده هنا انت دورك في الجامعة هو بناء الشخص وبناء الطالب وبناء الانسان بشكل متكامل وتسليحه بكل المهارات وكل الامكانيات اللي تخليه فعلا يقدر يعمل التحليل المنطقي، يقدر ازاي يفكر، ازاي يطور ذاته وأداؤه بما يتواكب مع اللي هيحدث اللي هو احنا لسه مش عارفينه. يعني برضو ده شيء مهم جدا، عشان كده لازم يكون لنا نظرة بعيدة للمستقبل. وانا اتصور ان احنا يعني الاكاديمية جايز تجربتها غنية وثرية جدا. صحيح. يعني جايز من 52 سنة لو شفنا مين اول من فكر في النقل البحري وصناعة النقل البحري وتخريج اجيال النهاردة بتقود هذه الصناعة لا فقط في مصر، في الامة العربية وخارج الدول العربية، هنلاقي الأكاديمية العربية، هنلاقي نفس المشهد تقريبا بيتكرر النهارده بعد بعد السنين دي كلها. لو شفنا أول من أسس كلية ذكاء اصطناعي كلية كاملة في مرحلة البكالوريوس هتلاقي الأكاديمية العربية، وهتلاقي برضو حتى اختيار الكلية بتاعة الذكاء الاصطناعي تبقى فين؟ اخترناها في بيتواكب مع رؤية مصر 2030
مع بناء الجمهورية الجديدة في العالمين الجديدة. فهنا اللي هو ازاي تبقى شايف المستقبل، ازاي تخطط لمستقبل، ازاي تبني اجيال تستطيع ان تتواكب مع كل التحديات اللي بتقابلنا في الفترة الجاية. فالنهاردة يعني مفهوم التعليم بالطريقة التقليدية والكتب الورقية والحفظ أصبح ده مفروض يبقى غير وارد في جامعاتنا على الإطلاق. طب حضرتك دكتور إسماعيل على مدار تجربتك، حضرتك يعني على مدار السنين اللي فاتت دول شفت التطور بتاع الطالب، شكل الطالب، أكيد إحنا جيلنا كطلاب يعني وإحنا كلنا اتعلمنا على إيد حضراتكم مختلف جدا عن الجيل الموجود. يعني في اللي موجودين دلوقتي ملامح الشخصية بتاعتهم إيه كطلاب؟ أنا بشوفهم يعني أنا شخصيا يعني جايز أكون محظوظ يعني في الطلاب اللي بيموجودين عندي، أنا بشوفهم يعني طلاب يعني أنا بثق فيهم جدا، بتديهم الثقة، بتديهم الأدوات، بتاخد منهم أكتر مما تتوقع. يعني أنا لا يغيب عني المشهد لما نظمنا بطولة العالم للجامعات في الأقصر اللي هي الاي سي بي سي انترناشونال بروجرامينج كومبيتيشن، اكبر مسابقه في البرمجه على مستوى العالم لجامعات العالم كلها. الام اي تي كانت موجوده، بيركلي موجوده، ستانفورد موجوده، 2500 شاب من كل جامعات العالم موجودين في الاقصر على ارض كانوا مصر. كانوا كام جامعه دكتور؟ يعني هم تم اختيارهم من اكثر من 2000 جامعه. انما يعني يمكن 2500 كل جامعه ممثله بثلاثه. يعني فلك ان تخيل ان مثلا ممكن يكون عدد الجامعات غير مسبوق ان يتواجد في مصر، وتشوف المشهد بتاع كل هؤلاء الشباب موجودين في مدينه الاقصر، وتشوف مين اللي قايم حتى يعني بناء المكان. يعني حتى الاقصر ما كانش فيها قاعه زي قاعه اللي مصر العظيمه بنتها في شرم الشيخ مثلا او في العاصمه او في المناره في القاهره الجديده، لكن كل ده الاكاديميه بطلابها بأعضاء تدريسها بكل القائمين على هذا العمل هم اللي عملوا كل اللي شفناه في مدينة الأقصر، وللعالم كله يعني فعلا شاهد له. فهو النهاردة انت الشباب دول على فكرة يعني احنا جايز يعني احيانا ممكن نكون مش بنديهم حقهم بما يعني يستحقوه فعلا. على فكرة هم شباب متميز جدا وشباب ذكي جدا وشباب واعي جدا. صحيح. بس انت لازم يعني برضو تديله الثقة وتعلمه. مهم جدا في علاقة الأهل. يعني هقول لحضرتك حاجة، إحنا جينا مثلا أو الأجيال اللي سبقتنا كان دايما الطموح عندها اللي هو أنا نفسي أكون الأفضل في مجالي في مصر، أو أنا نفسي أكون أفضل على مستوى الوطن العربي. هذا الجيل لا يقبل غير أنه النموذج بتاعه يكون رقم واحد على العالم. يعني حتى لما تيجي تلاقي مثلا بيشجعوا منتخب كرة اليد مثلا يبقوا زعلانين جدا ان احنا السادس او السابع على العالم، احنا جيلنا كان بيرضى بيبقى الله الحمد لله، تلاقيهم قاعدين لا وازاي احنا الاول على العالم. فدايما عند طب حضرتك لمست ده في التعامل معاهم؟ هل دي مش ميزه؟ ده حاجه عظيمه. بس حاجة عظيمة. بس بيبقى فيها جزء تاني بقى انه لو ما حصلش بتقلب احباط شديد. يعني عارف حضرتك اللي هو ايه، مع يعني ما بقاش موجود الحته الوسط زي ما بيقولوا، يا اما انا رقم واحد على العالم يا اما الدنيا ما بقتش كويسه. لا والله انا بص حياتك يعني انا يعني بتفق مع حضرتك طبعا، اكيد ده شيء رائع وشيء ممتاز ان يكون الشباب عنده الطموح طبعا، بس لازم تعلمه برضو ان هو يعني دايما في اي منافسه وفي اي مسابقه، وسامح حضرتك كنت بتتكلم عن المنافسه في مجال التعليم العالي في اي مجال، المنافسة حلوة ولازم تكون عندك الثقة في ذاتك وتبذل أقصى جهد وتكون جاهز إنك تكون الأول، لكن إذا كنت الثاني أو الثالث فمفيش عندك مشكلة. يعني النهاردة مثلا يعني النهاردة حتى حضرتك بتتكلم عن الرياضة، الحمد لله لو شفت الأكاديمية العربية برضو يعني أنا بدي نموذج طبعا باللي هو اللي أنا عايشه وبشتغل عليه وبشتغل معاه. لو شفنا مثلا طوكيو 2020 اولمبياد
اللي تنافس في 2021 بسبب القرار. معظمهم طلاب عند حضرتك في الاكاديميه، بس طمني بقى المستوى الاكاديمي، كيشو اخباره ايه في الاكاديميه؟ ممتاز طبعا. ممتاز. ممتاز. درجاته كويسه. طبعا. وساره سمير اخبارها؟ وساره سمير اتخرجت من الاكاديميه وصاحبه الفضيه في باريس، واسامه الجندي، احمد اسامه الجندي في يوم من الايام كان بيدرس في الاكاديميه في كليه الهندسه. فالست ميداليات اللي خدناهم في طوكيو كانوا ثلاثه من الاكاديميه. الثلاثه اللي خدناهم في باريس الذهب، والذهب كان ابن الاكاديميه في يوم من الايام، ساره سمير كانت بنت الاكاديميه وخريجه الاكاديميه وهكذا. فهي يعني بالعكس، انت بتشوف مثلا منتخب الهاندبول بتاع مصر هتلاقي برضو عدد اللاعبين فيه من الاكاديميه يمكن بيبقوا خمسه من عدد اللاعبين على الارض من الاكاديميه. فهي منظومه بناء انسان، يعني هي منظومه بناء الانسان اللي احنا كلنا بندور عليها وبننشدها النهارده. انا حياتك النهارده يعني ما بتشوف مثلا فرع الاكاديميه في العالمين الجديده، وبتشوف كام طالب بيدرس النهارده، كام واحد بيدرس في العالمين؟ يمكن يقارب ال 4000 طالب. يا 4000 ما تجاوزش بقليل. ومقيمين اقامه كامله وبيدرسوا؟ مش كلهم طبعا مقيم اقامه كامله، لان في كتير منهم بيبقى من الاسكندريه، انما بيروحوا بيجوا انما كتير منهم من ابناء الاسكندريه برضو موجودين عايشين جوه العالمين. كم طالب عربي موجود عندنا؟ لا انا ممكن اقول لحضرتك ان عندنا اكتر من 10 جنسيات من داخل فرع الاكاديميه في العالمين الجديد. لا بشكل عام في الاكاديميه، لا من معظم الدول العربيه بتلاقي. يعني حتى رغم التحديات اللي احنا الصعبه اللي احنا فيها دلوقتي دي، بتلاقي من اليمن، بتلاقي من موريتانيا، بتلاقي من الصومال، بتلاقي من سوريا، بتلاقي من فلسطين، انت عارف مصر يعني من السودان. مصر يعني دايما حاضنه للكل، واحنا طبعا الاكاديميه محظوظه ان هي مصر كانت هي دوله المقر بتاعتها. منظمه تحت مظله جامع الدول العربيه، ونفتخر بذلك. انما خلينا نقولها بمنتهى الصراحه ان لولا مصر هي اللي بتحتضن الاكاديميه وبترعى الاكاديميه، احنا مستفيدين بكل حاجه. يعني حتى بنشوف الاكاديميه النهارده وهي في العالمين، ما هو لو ما كانش مصر عملت العالمين الجديده ما كانش اي فرع الاكاديميه في العالمين. صحيح. بتشوف فرع الاكاديميه في اسوان، وتشوف شباب الصعيد، بحبه جدا، وبتشوف يعني شباب شوف هناك شباب اسوان، وشوف قد ايه هم متميزين، وشوف قد ايه هم يعني عندهم الولاء والانتماء لبلدهم والوطنهم والاكاديميتهم بالتاكيد. طب حضرتك يا استاذ جامعه، وحضرتك رجل يعني ليك باع كبير في هذا الموضوع، احنا جامعات في العالم كلها من اول هارفارد لحد جامعه القاهره بتواجه تحدي كبير جدا، الا وهو ان كل الشركات اللي في العالم النهارده، الشركات الكبيره لما بقت بتعمل طلب تعيين او طلب وظيفه، او بتقول للناس انا عاوزه موظفين او عاوزه ناس تشتغل معايا، ما بقتش تشترط شهادة جامعية، هي بتقول مهارات 1 2 3 4 5 6 7. فبالتالي لم تصبح الشهادة الجامعية شرطا في أسباب التعيين أو أسباب أن أنا ألتحق بوظيفة. هل بعد 50-60 سنة ممكن نصحى من النوم ما نلاقيش جامعات؟ مثلا معلش بقول لحضرتك صورة خيالية، لكن أنا خايف من ده يعني. لا ما تخافش، لان هو مفهوم الجامعه حتى يعني ما بنشوفها الجامعه بمعناها في اللغه العربيه او حتى في اللغه الانجليزيه يونيفرستي، واخد بالك من يونيفرس من يونيفرسال. لا الجامعه هتظل، بس الجامعه لازم تطور من نفسها. صح. وتطور من ادائها، وتطور من قدراتها، وتطور من معاملها. يعني النهارده ما ينفعش المعامل تبقى المعامل البدائيه اللي كنا احنا بنشوفها في الكليات، اللي اكيد كلياتنا اتطورت واكيد جامعاتنا اتطورت وبتتطور. وحياتك لو يعني لو رحنا اي جامعه في مصر، في الجامعات اللي هي ما شاء الله لا قوه الا بالله، الحمد لله. انا عايز اقول لحياتك برضه وطمن حياتك، يعني احنا النهارده برضه الجامعات المصريه ما زالت ثابته وجودها على المستوى الدولي، مش بتكلم على الاكاديميه بس. انا لو بصيت على الاكاديميه ودخلت على اللينك بتاع الالوميناي في موقع الاكاديميه، ولو سمحت حياتك اكتب اي شركه تعجب حضرتك، اي شركه انترناشونال، مايكروسوفت، جوجل، تسلا، انا بقول لحياتك هتلاقي خريجين الاكاديميه في هذه الجامعه، في هذه الشركه، الشركه العالميه. بقول لحياتك خريجي مسابقه الانترناشونال اولمبيكس انفورماتكس، المسابقه الدوليه المعلوماتيه، اللي هم الشباب اللي بيتدربوا عندنا في المركز الاقليمي المعلوماتيه. وعلى فكره احنا بندرب شباب مش شباب الاكاديميه بس، لا احنا بندرب شباب مصر. وفريق مصر اللي فاز في الاي او اي اللي هي كانت تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لسه في الشهر الماضي، دول ما كانوش ده طلبه مدارس لسه، يعني ما كانوش طلبه في الاكاديميه. اي نعم بنحاول نديهم منح في الاكاديميه عشان يكملوا معانا في الاكاديميه، لكن كتير منهم بتلاقيهم جاي له منحه في الام اي تي
على سبيل المثال يعني. طب يعني معلش عاوز ارجع مع حضرتك للموضوع الاساسي، الجامعات بشكل عام بقى، يعني نخرج من الاكاديميه نروح لحاجه اوسع شويه. تمام. الجامعات بشكل عام المفروض تعمل ايه عشان بقول من هارفارد لحد جامعه القاهره؟ تمام. ازاي تعمل يعني تشتغل ازاي عشان تطور من نفسها الجامعات بشكل عام عشان ظروف العمل والوظيفه؟ لانه مثلا هقول لحضرتك مثال، مثلا النهارده معظم الاعمال بقت مرتبطه فكره اجاده السوفت وير واجاده ان انا الحاجات دي الولاد بيتعلموه من سن 10 سنين، يعني مش منتظرين مش مستنيين يروحوا الجامعه عشان يتعلموها. اللغه الولاد بيتعلموها من سن صغير جدا، المهارات دي بيتعلموها من سن صغير جدا. طب الجامعه بعدين هتضيف ايه؟ ده انا النهارده انا اعرف اولاد في اولى ثانوي وثانيه ثانوي عندهم مهارات نفس طالب الهندسه بتاع السوفت وير، يعني هو اتعلمها من هو صغير. تمام. طب لما هيوصل للجامعه، الجامعه هتديله ايه؟ تمام. اول حاجه طبعا احنا لازم نكون فاهمين قوي ان تعليم مفهوم التعليم هو اصبح التعلم واصبح المستمر وليس يعني لمرحله معينه. صحيح. او بيقف عند سن معين. لان النهارده حضرتك انت بتقول فعلا ان الشباب الصغير ممكن يبقى عنده مهارات بتفوق خريج الجامعه، بس برضو النهارده لو عملنا احصائيه شفنا في كل الوظائف في معظم الشركات هتلاقي الحاصل عليها برضو هو خريج جامعه بس عنده المهارات اللي حضرتك اتفضلت بيها. ده النهارده بتكلم، انا لحد النهارده انا مطمن، ولحد 10 سنين كمان جايه مطمن، انا بتكلم في المستقبل هو لا، لو احنا اطمنا لغايه 10 سنين انا بقول لحضرتك اطمن لما هو ابعد من ذلك. بس لابد ان نطور من ذاتنا. النهارده ليه نسال هو الجامعه النهارده فين العنصر البشري او اللي بيسموه الهيومن كابيتال بتاعها اللي بتبنيه بحيث يضمن الاستدامه ويضمن تحقيق هذه الاهداف. انا بقول لحضرتك مثلا برضو تاني هرجع للاكاديميه، لو شفنا عدد المبتعثين من الاكاديميه للخارج في اللحظه الحاليه للحصول على درجه الدكتوراه من جامعات العالم من اقصى الشرق في داليان في الصين لاقصى الغرب في الولايات المتحده الامريكيه وفي كندا لاوروبا يعني النهارده مثلا احنا في مؤتمر دولي كبير جدا في ماليزيا في واحده من اكبر الجامعات في ماليزيا اللي بيسموها الام اي تي الشرق اسمها University of Technology in Malaysia. فيها مؤتمر دولي في بيقام سنة في ماليزيا وسنة في الأكاديمية. كم عضو هيئة تدريس من الأكاديمية مشارك في هذا المؤتمر؟ 8 أعضاء تدريس مشاركين مشاركة بالحضور غير اللي شاركوا بالأونلاين. فإحنا لا نبخل على الهيومن كابيتال ولا نبخل إن هو يتواصل ويستمر في التعلم والاحتكاك العلمي مع كبريات جامعة العالم. طب هسألك شوية أسئلة، هل الكليات النظرية في المستقبل ليها مستقبل ولا هي الموضوع كله هيروح للعملي اكتر؟ انا بشوف الكليات النظريه يعني ليس يعني خلينا برضو نقول ليس بالاعداد ولا باللي احنا بنسمع عنها ونشوفها بكل اسف في بعض الجامعات اللي هي اضطرتها الظروف السنوات الماضيه انها تقبل اعداد كبيره جدا من الطلاب من خلال مكتب تنسيق القبول في الكليات النظريه لمجرد ان يكون الغرض هو استيعاب الكليات في هذه الطلاب الخريج الثانويه العامه في هذه الكليات. طبعا اكيد وزاره التعليم بتعمل جاهده انها ومع وزاره التربيه والتعليم ان الموضوع ده يتم معالجته وبيتم معالجته وهيتغير الامور في الفتره القادمه، لكن احنا يعني معلش يعني هو كليه زي كليه اللي بنسميها كنا بنسميها التجاره اللي هي كليه اداره الاعمال النهارده. هل النهارده كليه اداره الاعمال في الكليات بالمفاهيم الحديثه لا هم دخلوا عليها السوفت وير ودخلوا عليها الاي اي ودخلوا عليها دخلوا عليها تخصصات كتيره جدا بالظبط فالنهارده ما بقتش كليه واحده ممكن يبقوا ثلاث كليات او ثلاث تخصصات داخلين في بعض طبعا اكيد يعني حتى في الاعلام حتى في اداره الاعمال التسويق والاعلام لكن النظري لوحده لا اكيد لا مش هيكمل لازم لا يبقى لا داخل لا مع لا تخصص لازم السكيلز لازم مهارات لازم التدريب العملي لازم تكبس العمل عشان ما ينفعش يبقى في الفجوه الكبيره ما بين الخريج اللي بيتخرج من الكليه النهارده او من الجامعه صح. وما يحتاجه سوق العمل. يعني انا هقول لحياتك مثلا احنا قريب جدا هتلاقي الاكاديميه في نهايه هذا الشهر بتنظم قمه للشباب العربي في الابداع في الاعلام الابداعي. صحيح. الاعلام الابداعي ودي تحت رعايه دوله رئيس الوزراء له كل الشكر وكل التقدير على رعايته طبعا. هنشوف شباب العالم كله وهو ازاي بناخد منه الافكار
ورؤيته للإعلام في المستقبل عشان خاطر التحديات اللي بيواجهها الإعلام النهارده؟ أنا عندي فكرة إن هي معمولة بالطلاب للطلاب الأكاديميين نفسهم ومستقبلهم، وكمان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتأكيد راعية للقمة دي، وأعتقد إن هي يعني هتطرح النوع ده من النقاشات، يعني حوالين مستقبل الطلاب، مستقبل الإعلام، مستقبل طلاب الإعلام وخريج الإعلام. صحيح. لأن خريج الإعلام بشكله التقليدي ما مش هي يعني النهارده حضرتك شوف حضرتك بتطرح الاسئله ازاي، بتفكر ازاي، بتشوف يعني النهارده هو ده اللي لازم نبتدي نشوف الطلبه هتعيش معاه ازاي. صح. فهو ده اللي احنا بنحاول نطرحه ونجيب الاحتكاك مع كل التجارب العالميه والدوليه والعربيه طبعا، بحكم الاكاديميه منظمه عربيه. صحيح. او جامعه تحت مظله جامعه الدول العربيه، فهو ده اللي احنا بنحاول دايما نعمله في الاكاديميه عشان نبني جيل قادر على الاستمرار في التعلم. انا بقول لحضرتك النهارده الطالب الأكاديمي هل مازال بيستخدم الكتاب التقليدي؟ احنا بنخليه يستعمل كل حواسه على فكرة بالمناسبة، يعني برضو لازم مازال الطالب النهاردة يقرأ ويكتب ويفكر، كل الحواس لابد أن يتم استغلالها، لابد لا يمكن أن فعلا تعطل حاسة على حساب الأخرى. لكن النهاردة هل مازال الكتاب التقليدي اللي هو المتقادم بنفس الاسلوب هنقعد نعلم بيه؟ لا، مش نفس الاسلوب، هو نعيش. بس انا يعني انا شخصيا زي ما حضرتك شفت لازم الورق والقلم، لازم بعرف بالزبط استخدم كل انواع التكنولوجيا، بس الواحد لما بيكتب بايديه كده عنده احساس، ما هو زي ما حضرتك قلت حاسه يعني. بالظبط. عشان كده حتى المنصه الرقميه اللي هي البلاتفورم اللي الطلبه بتستعمله النهارده في الاكاديميه في التعلم، ما عادش مفهوم الكتاب اللي الطالب بيستلم نسخه منه، لا هو بيستلم نسخة، كل طالب له نسخته على فكرة من كتاب، بس كتاب رقمي وبيكتب عليه زي ما حضرتك بتكتب كده، بيكتب بالقلم بتاع الموبايل بتاعه، القلم بتاع الايباد بتاعه، ايا كان الجهاز الحاسب اللي بيستخدمه. صحيح. بيكتب بيه وبيحط ملاحظاته، والدكتور بتاعه بيقدر يتابعه ويعرف اونلاين في نفس الوقت الطالب بيقرا ايه وبيشوف وشاف كام صفحة النهارده وكتب ايه، والطالب ممكن نفس الصفحة دي أو الموضوع ده يعمل لي ملخص ليه. صحيح. يعمل له ملخص، طب انت أنا مش قادر أستوعبه باللغة الإنجليزية، طب ممكن أفهمه باللغة بتاعتي، ترجمه لي اللغة العربية. دكتور إسماعيل كلام حضرتك ممتع جدا. والوقت للأسف الشديد خلص، على يعني بشكر حضرتك جدا على وعد بلقاء تاني نكمل كلامنا الممتع ده، هو كلام مفيد ومهم جدا، بشكر حضرتك جدا يا دكتور. شكرا جزيلا. شكرا. ممكن يكون الكلام يعني في بعض انواع الكلام اللي بتتقاله مناقشات قد تبدو في اعمار معينه ان هي اللي بيقولوه ده، لكن صدقني احنا او صدقوني او اللي بيتفرجوا علينا ان احنا دائما وابدا في برنامج مصر تستطيع بنطرح قضايا تهمنا كلنا، بتهم مستقبلنا كلنا، بتهم يعني أحلامنا وطموحاتنا، لأنه مش طول الوقت البحث عن قضايا سطحية أو ترندات هي دي اللي بتشكل الوعي. تشكيل الوعي هي مهمة جدا، وهي دور وواجب علينا كإعلام إن احنا نقدمه. بشكر حضراتكم جدا، وبشكر الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية. شكرا. للعلوم والتكنولوجيا، ونلتقي إن شاء الله في حلقات جديدة من برنامج مصر تستطيع.